عندينا واحدة قاعدة ليل نهار على عتبة الباب، لا سايبة اللي رايح ولا اللي جاي، ولا الجايب له كيلو بامية ولا الجايب له بطيخة، ونفسي من زمان أقول لها أنت حاسدة بس مكسوف. النهاردة بيني ما بينكم جبت آخري وجيت في وشها وقلت لها عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون. قالت لي أمال إيه يا واد؟ قلت لها علي النعمة تفلق الحجر يا حجة. ما بزداك تناك يا حج دوي، الناس كلها ماخذة عليك صورة وحشة. والله اللي واخذ علي صورة وحشة يبروزها وعلقها في الصالة عند أمه. مالك يا أبوي؟ أبدا يا حج دوي، والله الواحد ما عارف يعمل إيه، ضلك مع قليل الأصل، ضلك من كل بين 100 واحد يدوب تطلع واحد بس أصيل. ما أنت مش بتنقي يا عم عبد ناصر، مش بتنقي كيه يا حج دوي، انت بتلم التراب وطالع، والدنيا دي زي السوق فيها المعطن وفيها السليم، انت دايما بتروح للمعطن، وزي ما قالوا كبيرنا زمان الاصيل بيشيل جمايلك ويفضل فاكرها، اما الخسيس بينساها وكمان بينكرها. والله كلامك صح يا حج دوي. بقول لك يا عم عبد ناصر. ايوه يا حج دوي. اللي صونك صونوا. طب واللي قلبيك صونوا برضو، عشان احنا اولاد اصول. وبعدين يا عم طوي بقول لك ايه، هي لكن الناس المتدخلة في حياتنا دي في ناس قمازة يا عم عبد ناصر، لو رايح في داهية عايزين يعرفوك رايح في اي داهية بالضبط. طب الفراخ غليت، التجار قالوا عشان العلف غالي. اللحمة غليت، التجار قالوا عشان العلف غالي. طب السمك ليه غلي يا ابوي؟ يكون البحر ركبوا له سخن وبارد؟ هوايل علينا وعلى ابونا دي. ايه عامل يا دادوي؟ ايه عامل عبد ناصر؟ رايق؟ تمام الحمد لله. والله العظيم ما عارف ليه الدنيا مقفله كده ومسوده في وشي ويعلم بيها ربنا يا دادوي. هو المتشائم دائما يا عم عبد ناصر بيشوف الدنيا كلها خوازيق. طيب المتفائل بيلبسها. ايه فيها العربيه يا باشمهندس؟ يا ساتر ربنا جابك يا حق. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده انت ربنا، ده انت اتكتب لك عمر جديد. خير يا ابوي؟ خير؟ ده الدنيا خربانه، ده انت كنت هتروح في 60 داهيه. لا اله الا الله، طمني بس. هي فيه طمنك، ده انت كويس جيتني. ايه ده مال الدرجه دي؟ امال ايه؟ في حكايه كبيره خالص يا الكلكس ما شغالش. ما تبكي عليا وخلي الدمعه على عله، ما الواد بقي مطه ولبس لي سلسله. بقول لك يا مدوي، ايه رايك في الجواز؟ ورطه وغلطه وطول العمر رطه، يا تصيب يا تخيب يا تيجي يرطه. واحد صاحبي النهارده قال لي يا حاج الدوي، قال ما تعرفش دكتور عظام كويس؟ قلت له ليه؟ قال لي والله معايا مرتي، قال كل ما اقول لها عايزه اتعشى تقوم تستند على يدها وتضيع خطوبة. قلت له يا دكتور عظام ولا حاجه، قول لها تعالي بكره جايب لك الذهب عند الصاير. بعد نص ساعه رن علي، قلت له ايه الحكايه؟ تمام. قال لي علي انها مبنى مفردنا حق الضوي قلعت الاسفل، تكاتك البلد كلها محصله. بقول لك يا حاج، في ناس كثير ماخذ موقف مني يا اخي. خلاص اي حد ماخذ منك موقف ظبط له موقف ثاني وخليه ياخذه ثاني. في ناس فاكره هدومها اغلى حاجه عندها، لكن علي النعمه هي ارخص من هدوم اللي لابساها. يفضلوا ويقولوا لك احنا سندك، احنا ظهرك، احنا عمودك الفقري، ولما يتوغلوا في حياتك يمشوك على عكاز ولاد اللئيمه. بقول لك يا حاج، ايوه، لكن صح قال الحق مش بيزعل. الحق مش بيزعل؟ ده اكتر حاجه في الزمن ده بتزعل هي الحق. عارف ليه؟ لانه بيكشف العروق على حقيقتهم. خليك عارف اللي هيوقف معاك في شدتك غير الناس اللي انت حاططهم في دماغك خالص. بقول لك يا حاج، يا اخي في واحد صاحبي كل ما يقعد جنبه
ريحته بتكون وحشه. وانا بصراحه محرج ما اقول له اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انت هتقعد جنبه وتساله انت بتغني انت بتستحمى؟ هيقول لك ايوه. قول له بقالك كتير ما غنيتش. والله الواحد ما شاف الخبث والخبائث في الحمام قد ما شافهم في حياته من ناس.